وفق تفويض جديد لا علاقة للأسد وروسيا به، الأمم المتحدة تستأنف إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى. اللاجئون السوريون في دول الجوار، معاناة متزايدة بين مأساة اللجوء والخطابات السياسية. تحت عنوان الاستراتيجيات العلاجية المكتشفة للتسمم بحبة الغاز، ندوة علمية تستضيفها الجامعة الدولية للعلوم والنهضة في إعزاز. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. دخلت عبر معبر باب الهوى قافلة أممية مؤلفة من 17 شاحنة محملة بالمواد الإنسانية، وذلك بعد توقفها لما يقارب 3 أشهر. ولأول مرة تدخل هذه المساعدات عبر مكتب تنسيق العمل الإنساني الذي أنشأته حكومة الإنقاذ مؤخرا. من 3 أشهر على توقيفها، استأنفت الأمم المتحدة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى إلى سوريا، حيث نقف الآن. عدد شاحنات القافلة الأممية التي دخلت اليوم هي 17 شاحنة محملة بالمواد الإنسانية. اعتمدت الأمم المتحدة آلية تفويض جديدة في هذه المرة، بعيدا عن موافقة نظام الأسد أو أخذ إذنه، وكذلك الأمر بعيدا عن موافقة روسيا وأخذ إذنها وتدخلاتها في مجلس الأمن. نلتقي الأستاذ مازن علوش مسؤول التنسيق والإعلام في معبر باب الهوى للحديث عن هذه الآلية. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. فيك تخبرنا شو الآلية الجديدة المعتمدة بإدخال المساعدات إلى سوريا؟ طبعا بعد التوقف استمر أكثر من 70 يوم لدخول المساعدات الإغاثية الأممية من معبر باب الهوى بسبب الفيتو الروسي على دخول هذه المساعدات. جرت عدة جلسات بين الأخوة في مكتب تنسيق العمل الإنساني وبين مكاتب الأمم المتحدة في تركيا. توجت هذه المباحثات بالوصول إلى قرار تم بموجبه تفويض مكتب تنسيق العمل الإنساني للأمم المتحدة بإدخال المساعدات من معبر باب الهوى. آلية دخول المساعدات عبر الحدود معمول بها منذ عام 2014 وحتى التاريخ اليوم. نحن نتحدث عن أكثر من 9 سنوات إلى قرابة 10 سنوات موجب هذه الآلية. نحن نقوم بتسهيل عبورها من هنا من معبر باب الهوى. لم تحصل خلال هذه العشرة أعوام أي مشاكل بسبب دخول الإغاثة. نحن نقوم بحماية هذه القوافل الأممية منذ لحظة عبورها من معبر من الجانب التركي وحتى وصولها إلى المستودعات المنظمات الأممية في مناطق المحررة. الحمد لله رب العالمين لا توجد أي مشاكل، ونحن نتابع الأمر عن كثب ونحمي هذه القوافل والأمور بأحسن ما يرام على فضل الله تعالى. المنظمات الشريكة الأمم المتحدة تقوم باستلام هذه القوافل في مستودعاتها، ومن ثم تقوم بتوزيعها على الأهالي في مناطق شمال غرب سوريا بحسب البرامج المعتمدة لديها بالتنسيق مع الأمم المتحدة. نعم، شكرا. أهلا وسهلا. سبق دخول هذه القوافل الأممية عدة زيارات أجرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، وكان أبرزها زيارة السيد ديفيد كاردن نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومسؤولين من منظمة الصحة العالمية. وكذلك الأمر شهدت المناطق المحررة احتجاجات شعبية على توقف دخول القوافل الأممية بالتزامن مع بدء وإعلان بعض المنظمات باستخدام مخزونها الاستراتيجي والاحتياطي في المساعدات الإنسانية. سعيد السعيد، حلب اليوم، ريف إدلب الشمالي. وفي السياق ذاته قالت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آنا سانو إن المساعدات الحيوية تتدفق الآن عبر باب الهوى إلى 4 ملايين سوري في شمال غرب سوريا. وأوضحت المبعوثة البريطانية عبر منصة إكس أن المساعدات الأممية بدأت بالدخول بعد مرور 2 شهر على استخدام روسيا حق النقض فيتو، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل دعم المنظمات غير الحكومية الأكثر ضعفا والتي يخاطر موظفوها بحياتهم بشكل يومي. وكان مجلس الأمن قد فشل بتجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا في 9 تموز الماضي بسبب استخدام روسيا الفيتو ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
ينضم إلينا سيد فادي أديري المدير القطري لمنظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية يحدثنا من اسطنبول. مرحبا بك معنا سيد فادي. ما أهمية ما حصل اليوم من دخول المساعدات بهذه الصيغة؟ خطوة فعلا جيدة ومرحب فيها. نحن مرحب بدخول المساعدات بأي طريقة، ولكن الأفضل هي الدخول عبر الحدود من تركيا وليس عبر خطوط التماس. طبعا هي نقطة تحول جديدة، يعني أنا مع الأسف بشوفها أن هي موافقة من النظام السوري، هي من نظام بشار الأسد بالبداية ورجعوا لعند حكومة الأنقاض أو الجسم الجديد اللي شكلوه وأخذوا موافقته. تم أخذ الموافقة مثل ما شفنا على وسائل الإعلام من كم يوم، فهي موافقة مشروطة من الطرفين، ولكن هم ما كانوا بيقدروا يدخلوا بدون موافقة حكومة دمشق. طبعا نحن بنقول أنه دخول المساعدات جيدة، ولكن هو الجيد الأكثر التطور اللي حصل في الماضي هو دخول مساعدات مختلفة. يعني صار اليوم موضوع توزيع مساعدات عينية أو مالية، برنامج غذاء العالمي عوضا عن توزيع مساعدات عينية دخلوا على الشيء المادي لأموال مثلا. هذا الشيء جيد. في لقاء لنا كان مع آن سنو، الوزيرة آن سنو في لندن، لقيت فيها من شهر تقريبا. كثير كانوا مشددين على موضوع دعم المنظمات، ونحن اليوم مثلا الخارجية البريطانية كانت من أول من أنشأ جسم موازي لأجسام الأمم المتحدة، صندوق التمويل الإنساني. هذا شيء فعلا جيد، يعني نحن اليوم في أي وقت ممكن يصير إيقاف في. إذن يعني هناك تخوف من بعض المنظمات، فريق منسق استجابة سوريا مثلا أبدأ بعض التخوف من دخول جزئي للمساعدات، وأيضا يقول البعض أيضا كما تفضلت أيضا أنه لا مانع وهناك شكل إيجابي لهذا الموضوع. برأيك كمية المساعدات هل يمكن أن تصل إلى مستوى الكميات السابقة التي دخلت أو التي كانت؟ لا، لن يصل لن يصل إلى نفس المستوى. السبب في تخفيض دولي أو تخفيض بشكل عام لقيمة المساعدات إلى سوريا في تحويل بعض الأموال من الأمم المتحدة إلى منظمات دولية أو منظمات أخرى أو عن طريق آلية جديدة، فهذا السبب بتشوف أنه حيكون شوي الاستجابة مختلفة. طبعا نحن مع الأسف حيكون مثل ما حكيت قبل شوي أنه حينخفض مستوى الدعم، وبالتالي اللي بيدخل عن طريق الأمم المتحدة بيخفض أكثر وأكثر. إذن يعني هي محاولات للتخلص من الفيتو الروسي، لكن لا بديل عن العودة إلى الصيغة الأممية بشكلها الكامل من خلال موافقة على دخول المساعدات كما كانت تدخل، أليس كذلك سيد فادي؟ مع الأسف ما في عودة لقرار مجلس أمن، الموضوع منتهي خالص. يعني هلا نحن مع الأسف اعتمادنا على موافقة حكومة دمشق فقط، أما موافقة مجلس أمن فهذا ما عاد نقدر نطالب فيه. وإذا بدك ترجع تفتحه مرة ثانية من أول جديد راح يتم عليه فيتو من روسيا. أشكرك. وضحت الصورة. أشكرك السيد فادي أديري المدير القطري لمنظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية، حدثتنا من اسطنبول. تتزايد الضغوط على السوريين في دول اللجوء بينما تتصاعد الخطابات السياسية المطالبة بإعادتهم إلى بلادهم. يأتي ذلك في وقت يطالب فيه السوريون بتطبيق القرارات الأممية للحل السياسي في سوريا كحل وحيد في سبيل تحقيق عودة آمنة وكريمة لهم. التقرير والتفاصيل. تضج دول الجوار لسوريا من السوريين الهاربين من بطش سلطة الأسد وروسيا، ضجيج لا يخلق الحلول، مخلفا ثقلا جديدا على كاهل السوريين اللاجئين من قوانين وممارسات عدا عن الأثر النفسي على شعب ضاقت به أرض الله الواسعة. في تركيا طالب تجمع حقوق اللاجئين في ولاية اسطنبول بضرورة التحرك والوقوف ضد موجة العنصرية ومحاسبة المحرضين وكل من يعتدي على اللاجئين وتطبيق القوانين التي تجرم خطاب الكراهية.
تؤكد المواقف التركية الرسمية على معارضة الممارسات العنصرية بحق السوريين. هذا ما كشف عنه الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي الذي قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن ما يتعرض له اللاجئون السوريون في بلاده ليس سياسة تركية وأن الحكومة ستعمل على وقف ذلك. في لبنان لا يبدو أن الخطاب الرسمي يقف في صف السوريين، وعدا عن ذلك تدعم شخصيات دينية وسياسية خطاب الكراهية. الباتريارك الماروني بشارة بطرس الراعي قال إن وجود 2 مليون نازح سوري يمثل نصف سكان لبنان، وهو أكبر خطر اقتصادي وأمني وثقافي وسياسي وديمغرافي بحسب قوله. بينما أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تعميما يمنع بموجبه المصانع من توظيف ما سماهم السوريين المخالفين تحت طائلة سحب الترخيص. في العراق بدأت أصوات تتصاعد ضد السوريين أيضا. رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي طالب بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبرا أن الأوضاع في سوريا استقرت وأصبحت ملائمة للحياة. وفي تصريح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول الملك الأردني عبد الله الثاني إن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الحل السياسي وفق الرؤية الأممية في سبيل تحقيق ذلك. يبحث الجميع عن حل لوجود السوريين في بلادهم، بينما يشير السوريون الأدرى بالألم وطريقة إزالته، يشيرون إلى قصر الشعب مطالبين برحيل بشار الأسد منه كحل مختصر لمأساة ملايين السوريين. ينضم إلينا سيد عبد الناصر حشان، محامي وناشط حقوقي، يحدثنا من غازي عنتاب. مرحبا بك معنا سيد عبد الناصر. برأيك ما هو سبب تصاعد الإجراءات والتصريحات من قبل دول الجوار لسوريا حول ملف اللاجئين؟ طبعا اليوم لا أحد يشكر أن أزمة اللاجئين هي الدولية وعبء على كافة الدول التصديق هذه أو هؤلاء اللاجئين، لكن تصعيد الخطاب وتصعيد الإجراءات حول اللاجئين لكل دولة إلى أهدافها الخاصة. مثلا لبنان، هناك السلطة الرسمية هي من تقوم بهذه الحملة العنصرية ضد اللاجئين السوريين، وكذلك الأمر اليوم نجد أن هناك في العراق أيضا يتزامن هذا الموضوع، وهذا قاسم مشترك بين اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين والعراقيين كونهم حلفاء النظام يدفعون باتجاه إعادة قصفه للاجئين السوريين من لبنان والعراق إلى حرب النظام. أما على مستوى الأردن طبعا يستضيف عدد كبير من اللاجئين، وهناك مشكلة حقيقية في التعامل مع اللاجئين، وهي أن المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين قد خفضت مستوى المساعدات الإنسانية لأعداد كبيرة من اللاجئين على المستوى السياسي. عفوا نعم. سيد عبد الناصر، فبالتالي نعم تفضل. فبالتالي هذا أدى إلى إلى رد فعل سياسي من قبل الحكومة الأردنية كونها لا تستطيع تحمل أعباء هؤلاء اللاجئين، ولكن اليوم قرأت خبر أن ألمانيا أرسلت أو حولت مبلغ من المال لتعويض هذا النقص. هذا التحرك السياسي سيد عبد الناصر، هل تتوقع أن يكون منتجا سواء التحرك الأردني أو غير التحرك الأردني من دول للأسف الشديد المقاربة الدولية أو المقاربة الإقليمية لموضوع اللاجئين هي مقاربة التعامل مع الآثار وليس مع الأسباب، وبالتالي لا يمكن إيجاد حل عادل لهذه القضية أو منصف للاجئين. المقاربة الحقيقية هي إزالة أسباب التهجير القسري وأسباب اللجوء، وهي رحيل هذا النظام المجرم وعصاباته وطرد الإيرانيين والميليشيات الإيرانية من سوريا وأيضا الاحتلال الروسي. هذه المقاربة الحقيقية لحل كل المشاكل الإقليمية الناتجة عن اللاجئين أو عن إذن سيد عبد الناصر، سلم الأمن الإقليمي اليوم. سيد عبد الناصر، بما أن دول الجوار ربما غير قادر على تغيير شيء بالملف السياسي وهو السبب الأسباب كما ذكرت، إذن ما هي مسؤوليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القادران على تغيير شيء سياسي؟ ما هي مسؤولياتهم تجاه السوريين؟ للأسف الشديد حتى الأمم المتحدة اليوم عاجزة عن تقديم أي حل عادل للفريق السوري، لا سيما أن هناك يطالب بالقرار 2254 الذي مضى على صدوره أكثر من 8 سنوات. هذا القرار الذي يتبجح فيه الجميع ويطالب فيه الجميع، وهو موقوف على موافقة النظام أصلا،
بالتالي المقاربة الدولية والأمم المتحدة أو طالما هناك روسيا والصين تستخدمان حتى الفيتو في أي مقاربة لحل في سوريا لن يكون هناك حل عادل في سوريا أبدا، لا على المستوى الدولي على المنظمة الدولية ولا على مستوى الأمم المتحدة. أشكرك السيد عبد الناصر حوشان محامي وناشط في حقوق الإنسان، حدثتنا من غازي عنتاب. أعلنت هيئة التفاوض السورية في بيان جدول لقاءاتها في نيويورك بالتزامن مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فيما طالبت هيئة سورية معارضة بتفعيل القرارات الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي في سوريا. المزيد في التقرير التالي. غربا وشرقا وحتى دول العالم العربي تحتار في كيفية إعادة تدوير بشار الأسد وجعله قابلا للاستمرار على كرسي الحكم في سوريا. في ذات الوقت يعمل نشطاء ومجموعات معارضة على تبيان ما اقترفه الأسد من جرائم بحق السوريين أمام الهيئات الدولية. هيئة التفاوض السورية أعلنت في بيان لها عن جدول لقاءاتها تزامنا مع اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها 78. الجدول تضمن لقاء مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسون لبحث آخر تطورات الملف السوري والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة حول القرار 2254 ومن الجهة التي تعطل تنفيذه. حراك آخر جاء هذه المرة من الجالية السورية في الولايات المتحدة، حيث التقى نشطاء سوريون مع زعيم الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفرز وعضو الكونغرس كاثرين كلارك لمناقشة ملفات متعلقة بالملف السوري، خاصة التطبيع مع سلطة الأسد. من جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي دول الخليج العربي لزيادة الضغط على سلطة الأسد لتحقيق تقدم ملموس ودائم نحو حل الصراع السوري ومعالجة الاحتياجات الملحة للشعب السوري حسب وصفه. ويستمر الصدام بين المطالبين بزيادة وتيرة التطبيع مع سلطة الأسد وبين المعارضين لهذا التطبيع لما يترتب عليه من إعادة الشرعية لبشار الأسد بعد جرائم القتل والاعتقال والتهجير التي يمارسها ضد الشعب السوري. نشاطنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تحت شعار مسعف في كل منزل، دورة تدريبية في مبادئ الإسعاف الأولية في عفرين شمالية حلب. مرحبا بكم الجديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. بعدما أثبت فعاليته في علاج التسمم بهبة الغاز، استضافت الجامعة الدولية للعلوم والنهضة ندوة علمية حول البروتوكول العلاجي الجديد الذي تم تجربته في مخابر الجامعة. التقرير التالي والتفاصيل. إنجاز طبي جديد في الشمال السوري أثبت كفاءته في إنقاذ عشرات الأرواح من التسمم بحبة الغاز والتي تعرف كيميائيا بفوسفيد الألمنيوم. الإنجاز الجديد كان محورا رئيسيا لندوة علمية أقامتها الجامعة الدولية للعلوم والنهضة في مدينة عزاز شمال حلب تحت عنوان الاستراتيجيات العلاجية المكتشفة للتسمم بحبة الغاز في المناطق المحررة. هذا البروتوكول تمت المصادقة عليه والموافقة عليه والنشر في المجلات الأمريكية العالمية. البحث قيد النشر الآن بعد أن تم إثبات التجربة كيميائيا من خلال مخابر الجامعة الدولية للعلوم والنهضة. لدينا إحصائية في الشهر من الشهر السابع 2022 حتى الشهر التاسع 2023 نسبة شفاء تتجاوز 80% من خلال إنقاذ حياة 34 مريض من أصل 42 مريض. أهمية الاكتشاف العلاجي هذا تأتي من التزايد المخيف بعدد حالات الانتحار خلال الأعوام الثلاثة الماضية وخاصة في مناطق حلب وإدلب عبر تناول حبة الغاز شديدة السمية، وسط عجز الأطباء حينها
عن تقديم علاج يبطل مفعول غاز الفوسفين الذي يصدر عن حبة الغاز ويفتك بالقلب والشرايين والخلايا. الآن بعد اكتشاف بروتوكول علاجي يقوم على الإسعافات الأولية والدوام القلبية وإجراء الديال الدموي، الديال الدموي أي الغسيل الكلوي الباكر الذي حسن نسبة الوفيات من 100% إلى أقل من 20%. لأول مرة نستطيع أن ننقذ إلى حد ما أو حد كبير الشخص الذي انتحر بحبة الغاز، وسابقا كان معروف بأن هذه الحبة إذا تعاطاها المنتحر ليس لها علاج. المشاركون في الندوة العلمية تطرقوا إلى الجانب الوقائي من التسمم بحبة الغاز، حيث طالب السلطات المحلية اتخاذ إجراءات عملية تحد من إمكانية الحصول على هذا السم بسهولة عبر تقليل الكميات المستوردة منها وحصر بيعها في الصيدليات الزراعية بعد ما ساء استخدامها من مبيد حشري لحفظ المؤن والمنتجات الزراعية إلى وسيلة متاحة للانتحار. ينضم إلينا الدكتور عبدو حسن نجار، مدرس في الجامعة الدولية للعلوم والنهضة ومكتشف البروتوكول العلاجي للتسمم بحبة الغاز، يحدثنا من عزاز. مرحبا بك معنا دكتور، لو تحدثنا عن الكشف الطبي لكم في علاج حبة الغاز. أهلا بك. نعم، استضافت الجامعة الدولية للعلوم والنهضة الأسبوع الماضي ندوة علمية عنوانها التسمم بحبة الغاز والاستراتيجيات العلاجية المكتشفة في المناطق المحررة. هذا البروتوكول العلاجي الذي حسن نسبة الوفيات، كانت نسبة الوفيات في التسمم بحبة الغاز 100%، الآن لدينا إحصائية أن نسبة الوفيات أقل من 20%. إلى الآن لدينا حوالي 50 حالة من في عام 2023، تم إنقاذ حوالي 40 أو 41 حالة وهم بصحة جيدة. عندما كانت الجامعة الدولية تستضيف المؤتمر أو الندوة العلمية كان لدينا إحصائية فقط 42 في الأسبوع الماضي، الآن وصل العدد إلى 50 حالة. إلى أي مدى؟ الحمد لله أن البروتوكول العلاجي ناجح ويقدم الخدمة الطبية لجميع المرضى. إلى أي مدى هو متوفر دكتور؟ هل هو متوفر في جميع المشافي؟ نعم، البروتوكول العلاجي تم تعميمه على جميع المشافي غرب إدلب إلى مناطق الباب ومارع والراعي، وجميع المشافي تمتلك نفس البروتوكول العلاجي، وهو يعني بروتوكول ليس معقد وبإمكان جميع المشافي تأمينه، يكون على شكل تأمين بعض الشوارد والسوائل والدواعم القلبية وإجراء الديال الدموي الإسعافي. الديال الدموي المقصود به غسيل الدم عن طريق جهاز غسيل الكلية. هل هناك إسعافات أولية يقوم بها ذوي المصاب أثناء توجه للمشفى بهذا المرض؟ طبعا نعم، مجرد ما أن يتناول الشخص حبة الغاز بقصد الانتحار أو بقصد الخطأ يجب إجراء الغسيل المعدي له بشكل عاجل عن طريق إعطائه السيروم الملحي عن طريق أنبوب أنفي معدي، غسيل المعدة بالسيروم الملحي بشكل عاجل وإسعافه إلى المشفى أو إلى أقرب نقطة طبية. في النقطة الطبية يتم فتح وريد وإعطاء بعض الشوارد كالبيكربونات والبوتاسيوم والسوائل الوريدية وإسعافها إلى مشفى متخصص للتعامل مع حبة الغاز. ليست كل المراكز الصحية تستطيع التعامل مع التسمم في حبة الغاز لأن هذه الحالة السمية شديدة تحتاج إلى مشفى يكون فيه عناية مشددة وأطباء متخصصين في العناية المشددة. أشكرك الدكتور عبدو حسن نجار، مدرس بالجامعة الدولية للعلوم والنهضة ومكتشف البروتوكول العلاجي للتسمم بحبة الغاز، حدثتنا من عزاز. أخلى جيش الأسد نقاطا عسكرية صغيرة في ريفين الشمالي والغربي لمحافظة السويداء خلال 48 ساعة الماضية، وأعاد تجميعها ضمن مواقع أكثر تحصينا داخل المحافظة. وقالت شبكة السويداء 24 أن 6 نقاط للفرقة التاسعة كانت تتوزع على أطراف وادي اللواء شمال السويداء انسحبت إلى 3 نقاط رئيسية في نفس المنطقة، إضافة إلى إخلاء الفرقتين 9 و15 عدة نقاط متوزعة جنوب غرب المحافظة إلى ثكنات أكثر تحصينا داخل الريف الغربي. وتأتي هذه التحركات العسكرية مع استمرار مظاهرات السويداء المناهضة للأسد منذ شهر، والتي تطالب بإسقاطه ورحيل نظامه وتحقيق حل سياسي في سوريا بما يتماشى مع القرار الأممي 2254. أعلنت ميليشيا سند الأمن العسكري فتح باب الانتساب لصفوفها بريف حمص وحماة
تحت قيادة العميد رسلان إصبر المقرب من القوات الروسية في سوريا عقب انشقاق عشرات العناصر من ميليشيا لواء القدس، وذلك بموجب عقود مدتها 6 أشهر قابلة للتمديد وفق مراسل حلب اليوم. وأوضح مراسلنا أن رواتب المقاتلين ستبدأ من 500,000 ليرة سورية وصولا إلى 750,000 ليرة، وذلك بحسب طبيعة المهام التي يتم توجيهها للمقاتلين. وأكد مراسلنا افتتاح مكتب التنسيق العسكري في مدينة السخنة بريف حمص الشرقي ومكتب آخر في حمص بهدف استقطاب الراغبين من أبناء المدينة بالانضمام لصفوف ميليشيا السند. ونقل مراسلنا عن أحد المتقدمين للتطوع بصفوف الميليشيا بوجود مجموعة من الشروط، وهي أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما وأن لا يزيد عن 45 وأن يتمتع بصحة جيدة وغيرها من الشروط. أطلقت أكاديمية خيال وبالتعاون مع مديرية الصحة في عفرين دورات تدريبية تحت عنوان مسعف في كل منزل، وتهدف إلى نقل مهارات الإسعاف الأولية إلى أكبر شريحة من المجتمع. بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال سوريا وخلف آلاف الضحايا والمصابين، برزت الحاجة لنشر مبادئ الإسعافات الأولية بين أوسع شريحة من الناس بغية إتقانهم المهارات الأساسية في التعامل السليم مع الإصابات، وخاصة في الحالات الطارئة والتي تسهم بإنقاذ أرواح كثيرة من الناس أحيانا، في حين قد يؤدي التعامل الخاطئ في اللحظات الأولى للإصابة إلى زيادة مخاطر الإصابة من كسور أو جروح أو نزيف. طبعاً نحن خرجنا بالأكاديمية دورتين تمريض مستوى أول ومستوى ثاني. المستوى الأول كان بحدود 40 طالب، الثاني بحدود 24 طالب. الغاية من هذه الدورة الأساسية كانت اللي هي دور تمريض، كنا عم نحاول إنه نوجد في كل منزل يكون هناك ممرض. نتيجة الأوضاع الحالية فعلاً كل منزل يحتاج إلى أن يكون هناك ممرض. طبعاً المستوى الأول أهم شيء فيه هو إنه يتقن المتدرب أولاً قياس الضغط، أعطاء الإبر، مسألة فتح الأوردة، أيضا الإنعاش القلبي إذا حدث هناك في المنزل. مسعف في كل منزل هو عنوان الدورة التي أطلقتها أكاديمية خيال في الإسعافات الأولية، والتي استهدفت عددا من الشباب والشابات، وتهدف لإيجاد مسعف في كل منزل قادر على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة في محيطه القريب بشكل علمي. وتجري الأكاديمية دوراتها بالتنسيق مع مديرية الصحة في عفرين ووزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة. سبب التحاقي بهي الدورة بصراحة هو أنا في عندي حالة معينة بالبيت، فمضطر أني يكون عندي خبرة بهذا المجال، بحيث إذا صار قدامي حالة أغماء أو بحيث إذا صار قدامي أي حالة معينة بتداركها بالشكل الصحيح. هيك دورات مهمة كتير، مو مهمة شوي، مهمة بشكل كتير كبير. بالنسبة للصار معنا بالزلزال وحالات الأغماء اللي صارت وحالات الرعب وحالات الخوف، هي صار فيها جهل كتير من قبل الناس اللي ما عندها خبرة بهذه الأمور. حالة القصف والتصعيد التي تعيشها مناطق الشمال السوري بين الحين والآخر وما تسببه من إصابات وضحايا، إضافة إلى إصابات حوادث السير والغرق والحرائق وغيرها، تجعل من الهام جدا هنا اكتساب أفراد المجتمع لمهارات الإسعافات الأولية. قصيل أحمد، حلب اليوم، عفرين. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي.نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.